السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما صحه صلاه التسابيح وكيف نصليها نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم كثير من احبابي واخواني واخواتي يسالوني عن صحه صلاه التسابيح بعضهم يقول سمعنا ان حديثها صحيح والبعض يقول سمعنا ان حديثها ضعيف وللامانه العلميه فحديث صلاه التسابيح حديث صحيح ثبت كما عند ابي داود والنسائي وصححه العلامه الالباني في صحيح الجامع برقم 7937 لمن اراد ان يراجع لفظ الحديث. ماذا يقول آه هذا الحديث وكيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاه التسبيح؟ الحديث رواه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي قال له يا عباس يا عماه الا اعطيك الا امنحك الا احبوك تحب شديك حاجه هديه كده حاجه كبيره فألا ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك يعني لو عملت العشر خصال دولت إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته إيه الجمال ده كله ما شاء الله كل ده ما زال في الحديث ثم قال له صلى الله عليه وسلم عشر خصال ان تصلي اربع ركعات يبقى نصلي اربع ركعات الاربع ركعات بتوع صلاه التسابيح بتشهد واحد فقط ما فيش تشهد في ايه بعد ركعتين التشهد الاوسط مش موجود يعني اربع ركعات متواصله ايه صفات الاربع ركعات النبي وصف ركعه منهم وباقي الركعات زيها بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى فقال له صلى الله عليه وسلم ان تصلي اربع ركعات تقرا في كل ركعه بفاتحه الكتاب وصوره اي صوره بعد الفاتحه يبقى في الاربع ركعات الله اكبر بنقرا الفاتحه ثم نقرا اي صوره او اي ايات تمام كده حلو كده يبقى اذا ملهاش قراءة محددة بعض الناس يقول لك لازم لا ما فيش مش لازم انما والسلام قال له تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وصورة اي صورة قصيرة طويلة زي ما انتوا عايزين قال فاذا فرغت من القراءة في اول ركعة قلت وانت قائم يبقى قرأت الفاتحة شوف انا بوصف لكم وصف في قمة الدقة الله اكبر دخلت في الصلاة قلت دعاء الاستفتاح ثم قرأت الفاتحة وسورة قصيرة أو طويلة كما شئتم وأنا لسه واقف ما ركعتش أقول خمستاشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني النبي قال له كده قال له فاذا فرغت من القراءه في اول رقعه قلت وانت قائم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمس عشره مره تمام كده ثم تركع فتقولها وانت راكع عشرا يبقى قلت الله اكبر نزلت وركعت وانا راكع قلت ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبعدها وانا راكع اقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات ثم أرفع من الركوع النبي عليه السلام قال له إيه قال له ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا يبقى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم أقول عشر مرات وأنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات قال ثم تهوي ساجدا أنزل للسجدة الأولى فتقولها وانت ساجد عشرا يبقى وانا ساجد بقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وبعدها وانا ساجد اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عشر مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع راسك من السجود الله اكبر وديني قاعد على الارض تمام فتقولها عشرا طبعا في دعاء بنوصل اللهم اغفر له وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عشر مرات، ثم تهوي ساجدا اللي هي السجده الثانيه هنقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات، ثم نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عشر مرات، ثم تقوم من السجده الثانيه وانا قاعد برضه اقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات قال له صلى الله عليه وسلم فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ثم قال له تفعل ذلك في أربع ركعات وهوضح لكم نقطة مهمة هنا تفعل ذلك في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر يعني بالمليارات أو رمل عالج غفرها الله لك ثم قال له إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة على الأقل صليها ولو مرة واحدة في العمر تعال نعدها كده يبقى إذن الله أكبر قلت دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم سورة تمام وانا واقف 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مرة ثم اركع الله اكبر وانا سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وبعدها وانا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات ثم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وانا واقف اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات ثم انزل ساجدا وانا ساجد السجدة الاولى اقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم أقول بعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات أقوم من السجدة الأولى الله أكبر وأنا جالس بقى بين, بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني ثم بعدين اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عشر مرات ثم اسجد السجده الثانيه سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات واقول بعدها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عشر مرات ثم اقوم من السجده الثانيه واجلس قبل ما اقوم بقى اقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال له فذلك 75 تعالوا نحسبها نحسبها وانا واقف 15 مره حلو وبعدين لما ركعت 10 ادي 25 لما قمت من الركوع 10 آدي 35 لما سجدت قلت 10 آدي 45 بين السجدتين 10 آدي 55 في السجدة الثانية عشرة ادي خمسة وستين لما قمت من السجدة الثانية قبل ما اقوم للركعة الثانية وانا قاعد قلت عشرة ادي خمسة وسبعين اعمل كده في اربع ركعات متواصلة بتشهد واحد في الاخر في الركعة الرابعة يبقى التشهد الايه الاوسط مش موجود مفيش تشهد بعد الركعتين انما الاربع ركعات زي بعض لو صلينا صلاة التسابيح ديت النبي بيقول له ايه صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ان فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره وقديمه وحديثه وخطاه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته الله اكبر كل ده يتغفر فيما عدا المظالم لان المظالم اللي بيننا وبين الناس تحتاج الى ان نتحلل من المظالم كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. ده باختصار وصف في غاية الدقة والبساطة لصلاة التسابيح أرجو أن تنشروا هذا المقطع وتعلموا الدنيا كلها صلاة التسابيح واحرصوا عليها مرة في اليوم حبيته خير ما قدرتوش خلوها مره في الاسبوع ما قدرتوش خلوها مره كل شهر ما قدرتوش خلوها مره كل سنه ما قدرتوش خلوها مره في العمر المهم بس ايه ما تنسوش صلاه التسبيح اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته